قال وزير التجارة في العراق أثناء مؤتمر صحفي إن مادتي الطحين الأبيض والعدس سيوزعان قبل شهر رمضان ولمرة واحدة فقط، أما هذه المفردات وغيرها فستوزع كل 45 يوما بالنسبة للطحين وكل 60 يوم بالنسبة للزيت والسكر والأرز. فنشاهد. احنا البطاقة التموينية مفرداتها تعتمد على التخصيصات المالية، تخصيصات الموازنة لا زالت نفسها، يعني كانت زيادة بسيطة هاي السنة، راح تبقى المفردات البطاقة التموينية كما هي. بس احنا برمضان كان القرار انه كل عائلة تنطي 5 كيلو طحين صفر بالإضافة إلى نص كيلو عدس لكل مواطن. فالفقرتين كانت لشهر رمضان، والوزارة إن شاء الله راح تحققها قبل شهر رمضان. إحنا عندنا الطحين للمواطنين 8 حصص في السنة وليس 12 حصة، فكل 45 يوم يستلم حصة طحين. وبالنسبة للسكر والزيت والرز هي 6 حصص في السنة، يعني كل شهرين يستلم حصة. المواطن مرات يستلم الشهر الأول يتوقع أنه أكو الشهر الثاني، الشهر الأول والثاني هم حصة واحدة، سواء يستلمها بشهر الواحد أو بشهر الثاني، والثالث والرابع حصة وهكذا. فأنا افتريت حتى على الوكلاء، افتريت على الجداول وشيكت حتى جداول الوكلاء في المحلات وباوعتها وشيكت الأرقام، يعني عندنا الخلل. وأي دعوة أو أي مشكلة إذا تجينا أو أي شكوى إحنا نحيلها مباشرة، والرقابة التجارية تطلع تشيك، وإذا خلل نعالجه، وإذا هي الوضعية طبيعية والتجهيز صحيح ما هي الأمور. فإذا عندكم خلل في مكان ما يا ريت تعطوني أي رقم، أي وكيل، رقم وكيل، رقم أي مركز تمويني، أي مشكلة بيها إحنا حاضرين كوزارة ندقق ونعلنها قدامكم. يعني